يعد الإجهاض في قانون العقوبات الأردني جريمة تستوجب العقاب لكل الأطراف والمشترك بعملية الإجهاض حسب ما نص عليه القانون. بالمقابل، المادة 12 من قانون الصحة العامة وضع حياة الأم أولوية في حال كان الإجهاض ضرورة لحماية حياتها من الخطر والموت. أما الإجهاض في حال قيام الزوجية، أوضحت دائرة الإفتاء العام الحكم الشرعي في منعه إلا في حال ترتب على بقائه خطر على حياة الأم إذا بلغ في بطن أمه 4 أشهر أو جاوزها. أما إن لم يبلغ 4 أشهر وثبت أنه مشوه ويجعل حياته غير مستقرة، يجوز إسقاطه بموافقة الزوجين. لكن ماذا عن الحمل الناتج خارج إطار الزوجية؟ في وقت سابق أعلنت جمعية تضامن في بيان صحفي عن أعداد حالات الاغتصاب المرتكبة في عام 2015 وبلغت 122 جريمة و 138 جريمة لعام 2016 حسب المصدر من إدارة المعلومات الجنائية. في موضوع جرائم الاغتصاب وهتك العرض يجب أن نقش ونوضح ما هي تلك الجرائم التي نتعامل معها. نحن نتعامل في هذه الجرائم مع ادعاءات وشكاوى ترد لإدارة حماية الأسرة، يتعاملوا معها وفق القانون، وفق المتاح من المعلومات، وفق تقارير طبية، أخصائيين نفسيين، ومن ثم نحيلها للمحكمة المختصة اللي هي محكمة الجنايات الكبرى حتى تتابع التحقيق فيها. فبالنسبة لهذه الجرائم لابد من التوضيح إنه هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع ولا عن الحقيقة ولا عن الكم الموجود من هذه الجرائم. عن تجربة، وأعتقد أنا دائما إحنا بنوجه اللي بحاجة لأرقام واقعية وحقيقية يتوجه لمحكمة الجنايات الكبرى، يتابع تلك الشكاوي إلى أين وصلت، أحكامها اللي صادرة، هناك فقط تجد الحقيقة. لأنه بحكم خبرتنا أنه معظم هذه القضايا في محكمة الجنايات الكبرى يتم الفصل فيها بعدم مسؤولية، أحيانا في البراءة، أحيانا يثبت الجرم. الأرقام حسب وزارة العدل تشير إلى أن عدد قضايا الاغتصاب ومواقعة القاصر المفصولة قضائياً بلغت في عام 2015 22 قضية، وفي عام 2016 12 قضية مفصولة قضائياً. وعودة إلى أعداد حالات الاغتصاب أو المواقعة أو وعد البكر بالزواج أدت إلى حمل لآخر 3 سنوات في دار الخنساء لمن هن تحت 18 عاما، ما مجموعه 36 حالة حمل. وحسب التقرير الإحصائي الجنائي، بلغ عدد ادعاءات جريمة الإجهاض في عام 2015 10 حالات، وفي عام 2016 16 حالة،
وأوضحت دائرة الإفتاء العام في رد رسمي إلى أن حكم الإجهاض لحمل ناتج عن جريمة الاغتصاب تدرس كل حالة على حدة وتصدر الفتوى بخصوصها، بينما حكم الإجهاض في حالة المواقعة الرضائية محرم شرعا وقانونا، فالجنين منذ علوقه حرمة، وسحب الطفل لدور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وتبين في حكم آخر لدائرة الإفتاء لا يؤخذ بفحص الدي ان اي إلا بإقرار الولد للفراش، أي أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح حسب ما جاء في قانون الأحوال الشخصية، عدا ذلك ينسب الطفل لأمه فقط، لكن يجوز استخدامه في حال التنازع على مجهول النسب. وإثبات نسب الطفل بعقد زواج بعد وضع حد أدنى لفترة الحمل 6 أشهر كما جاء في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، حسب تبعات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني. يبقى السؤال، كيف سيتم تدارك ملف الإجهاض؟ وهل ستزيد عدد حالات الإجهاض الطارئة بطرق غير قانونية أم سيزيد مجهولي النسب؟